المهندس مجدي رمضان الاخ والزميل اللي بيسعى دائما بتقديم معلومات من اجل المواطن في الداخليه. بنرحب بك يا باشمهندس ونتمنى لك محاضره طيبه ان شاء الله. المشاركين معانا رؤساء جمعيات اهليه كبيره في محافظه الداخليه، مسؤول التنميه والعلاقات العامه بالوحدات المحليه، مدرسي الاعلام التربوي، مسؤول الاعلام التربوي بمدارس الثانويه الزراعيه. السلام عليكم. السلام عليكم. انا فوق مجدي رمضان، مسؤول التسويق في الصندوق الاجتماعي. الصندوق الاجتماعي انا مش هقعد اقول انتباهات كبيره، يعني كنش اهتمام كام بقرار كام، لكن هي الفكره من انشاء الصندوق الاجتماعي زي ما احنا عارفين ان بقى عندنا الحكومه ما عادتش تقدر تعين كل عدد الخريجين. كل عدد الخريجين اللي بيطلعوا، كنا الاول بنتخرج نروح نقدم في القوى العامه، بعد ست اشهر يبعتوا لنا والله انت جالك الشباب والرياضه، والله انت جالك الحكم المحلي وهكذا. اما الان من سنه 86 فما عادش في تعيين. طيب عشان ما فيش تعيين في الحكومه فكان لازم يوجد بدائل. البدائل دي مش هقدر اقول ان كل الناس هتتعين في القطاع الخاص. يعني احنا ما انشاناش قطاع خاص يتحمل كل الخريجين دول او كل الناس اللي عايزه تشتغل بالطريقه دي. من هنا انشئ الصندوق الاجتماعي كفكره لوضع حد من البطاله. يعني بص جزء من البطاله عن طريق عمل مشروعات. فكره الجمعيات انا عارف فكره الجمعيات الاهليه قايمه على فكره ان انا اقدم غالبا في مصر الفكره دي مختلطه عند الناس ان انا اقدم مساعدات للاخرين لا تراد. والعالم كله شاف ان الفكره دي فكره غير مظبوطه. فكره انك تاكلني سمكه ولا انك تعملني ان انا اصطاد. هي نفس الفكره. فالجمعيات الاهليه في مصر كلها بتشتغل يا اما على الايتام، يا اما على الارامل، يا اما على الحالات الفقيره، يا اما مساعدات الاسر المحتاجه، وهكذا وهكذا وهكذا. احنا بدانا نقول لهم ماشي احنا معاكم في القصه دي، بس تعالوا نعملها بشكل افضل شويه. انا مش هقدر احقق موارد تقدر تساعد كل الحالات اللي محتاجه. طيب اقدر اعمل ايه؟ خدنا الجمعيات او الجمعيات النشطه وبدانا نعلمهم هم الفكره نفسها. تعال انا كصندوق اجتماعي مش هقدر اوصل لكل الناس، لكن انت كجمعيه منشاه في مكان ما هتقدر توصل للفئات المستهدفه دي لانك عارفها، عندهم عندك تاريخهم، عارف احوالهم بالظبط، قادر تدرسهم. طيب انت صندوق هتقدم لي ايه؟ هتقدم لي ايه عشان اقدر بدوري اقدمه للناس دي؟ خدنا الناس بتوع جمعيات وبدانا ندربهم على فكره الاخراج. في المثال هنلاقي سيده قاعده في الشارع او قاعده في بيتها بتبيع شويه شيبسيات وشويه حاجات صغيرين كده، لما تيجي تبص لهم هتلاقيهم هم كلهم لا ما يزيدوش عن 100 جنيه. فلما هم ما يزيدوش عن 100 جنيه فمن المتوقع ان الربح يبقى بتاعهم قد ايه؟ ده لما تبيعهم كلهم. تمام؟ وهي مربوطه طول النهار، يعني مش هتبيعهم في يوم. نبسطنا شويه اللي قاعده بشويه خضار جايبه شويه حاجات ب 20 30 جنيه، فمن المتوقع انها تبيع ب 10 جنيه فيطلع لها 4 5 جنيه. طب لو الست دي انا قدرت اوصل لها، انا كصندوق مش هعرف اوصل لها لان انا ما عنديش، ما اقدرش اغطي التأهيل. احنا كم موظف؟ 35 40. طب اعرف منين الست بتاعت المنزل؟ طب اعرف منين الراجل بتاع المطريه؟ مش هقدر اوصل. لكن الجمعيه اللي منشاه في نفس المكان عارفاهم، عارفاهم كويس قوي يعني. طيب انا مش هعرف اديله فلوس كل شهر، ما اعرفش اديله زي ما انتم بتعملوا كده. انا كجهه حكوميه ما اقدرش اتصرف في تمويل ان كل شهر اديله 100 جنيه، انا مش شؤون اجتماعيه. بس انا اقدر اخليه عنده مصدر دخل احسن من 100 جنيه كل شهر. على سبيل المثال انا لو
بدل ما يكون راس مالها 500 جنيه خليت راس مالها 5000 جنيه. فلما تيجي حضرتك تجهزي بنتك او اختك هتروحي تتفرجي عندها، فانت هتلاقي حاجات كتير، فهتعرفي تشتري منها ب 500 جنيه في اسبوع، فهي هتعرف تبيع. على الرغم ان عندها شويه حاجات من 500 جنيه دول هتفضل قاعده جنبهم طول النهار، ولو عندها 5000 جنيه هتفضل قاعده جنبهم طول النهار. لكن انا هزود الرقعه دي. طيب انا لو اديت لواحده ست عندها ثلاث اطفال لو ادت لها كل شهر 100 جنيه هيعملوا لها حاجه؟ ما اعتقدش. لو ببساطه ادت لها 2000 جنيه 2000 بس ما عادتش عايزه مني 100 جنيه. طب ازاي؟ انا لو اديت لها فرن سمك وانبوبه بتوعها ومش هقول حطته في المدخل، حطته قدام الباب، من المتوقع انها تشوي كل يوم قد ايه؟ وكلنا بنشوي السمك، من المتوقع انها تشوي كل يوم قد ايه؟ 10 كيلو؟ لا 10 كيلو في 2 ونص عملت 15 جنيه، في 30 يوم ب 450 جنيه. ما عادتش محتاجه ال 100 جنيه بتاعت حضرتك، ان انت قاعده يعني عماله، وانا استشعر رجال الاعمال وانا استشعر الناس الطيبين ان هم يجيبوا لنا عشان اقدر اديك 50 جنيه ما بيجيبلوش الريس في النهايه، ما بيجيبلوش ده. يعني على فكره الموضوع ده انا ما بقولوش تحقيقه، ست سيده من تلقاش وجبنا لها القصه دي، جينا نديلها بعد كده يعني عن طريق فلوس جت، جينا نديلها بعد كده قالت لنا مش عايز مش عايز. مش السمك بس، في مشاكل كتير. انا بيظهر عليا وانا معدي الاقي واحده قاعده هو بالظبط قدامها، يعني انا لو قلت لها هات شويه الخضار دول يعني وتبقى كسبانه قوي هاخدهم ب 20 جنيه. طب ب 20 جنيه، طب هي جايباهم بكام؟ جايباهم ب 15 وهيبوظ منها كمان شويه 2 3 جنيه. طب ما دي لو قعدت وانا كجمعيه ادت لها بدون اي ضمانه 1000 جنيه وجابت شكاره بطاطس وشكاره طماطم فهتبيع في اليوم ب 200 جنيه فيطلع لها 20 30 جنيه وهي كده تبقى قاعده. فعلا يعني لو احنا وايا كانت الاسره بقى، ايا كانت الاسره ممكن نوظف ده. يعني سيده وعندها ولد عنده 18 سنه عندها عايزه تزيد تعمل مش عارف ايه، الولع عايز يقف على المصيع بشويه فلوكات وشويه التوك بتاعت البنات وشويه بتاع، هي دي الفكره. ما خلوش يجي لي، بالعكس هو هيجي بدل ما يجي ياخد مني 100 جنيه هيجي يديني 150 جنيه دول قسط. دول القسط بتاعه. في النهايه بقى معاه خلاص منها. هي دي فكره الصندوق الاجتماعي. لكن انا كصندوق بعدد موظفيني ما اعرفش، ما عنديش الحصر ده ولا اعرف الناس دي، ممكن حد يجي يضحك عليا ويقول انا، لكن مين اللي عارف؟ جمعيه تنميه المجتمع في الحته الفلانيه، ليه؟ لان انا بقول للجمعيه دي اخدم النطاق ده، يعني لو جايب حد من حته ثانيه ما تعرفوش ما تديلوش. طيب انا بدي بقى الجمعيه ازاي؟ اقعد ابررها ازاي تدخل؟ وازاي تقدر تعرف المشروع ده حقيقي ولا مش حقيقي؟ بدربها على طريقه استناد، بدربها تطلع كام؟ طب انا بدي للجمعيه قد ايه؟ وباخد منها قد ايه؟ انا بدي للجمعيه نص مليون جنيه لاول مره، باخدهم على 5 سنوات. هي لما بتيجي تطلع بتطلع على سنتين. يعني الجمعيه لو انا رحت الجمعيه بتاعت حضرتك اقول لها انا عايز 2000 جنيه اقصى مده ممكن تديها لي في السنه المتطوله، اقصى مده ممكن تديها لي للسداد انا كفرد على سنتين او ثلاثه. طب الجمعيه مطالبه تديني الفلوس على قد ايه؟ على 5 سنوات. طب عندي 3 سنين. عندي 3 سنين. في حاجه كمان اسمها اعاده التدوير، كل ده بقى لصالح الجمعيه. ايوه اللي انا بتكلمه ده كل ده لصالح الجمعيه. بمعنى ايه؟ انا خدت الفلوس دي طلعتها مره واثنين، الفايده الثانيه دي بتاعت الجمعيه. ايوه الاستفاده للجمعيه. تعمل بقى الانشطه بتاعتها اللي هي عايزه تعملها لليتامى و
طيب مش قعدت التدوير بس هو انا بقى واستنى سد الاكثر اللي بيسد ده بيسد بعد سنه ده بيسد ده بشهر او ثلاث شهر طب ما هو انا باخد من ده بدي ده فاهمين انا باخد من مدار يعني ببساطه شديده لو عملت لي جمعيه مليون جنيه نكتشف انها في الاخر بعد ما خدت لي وبعد وبعد كل القصه دي طلع لها 350,000 لان انا برضو عندي هدف ثاني ان انا اخلق جمعيات قويه يعني الجمعيه لما يبقى عندها موارد الجمعيه لما يبقى عندها موارد هتقوى هي هتاخد تحط في جيبها هي بتجراء من الشؤون الاجتماعيه وهتاخد وتحط في نفس الاهداف اللي هي بتعمل فيها فانا بقى عندي جمعيات قويه بقى عندي افراد لا يعتمدون بشكل مباشر على المنح والجبال لان المنح والجبال قد انقطع قد اروح لرجل الاعمال اللي يديني ده يبقى انا زوج وحش او تعصب او 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 فمش شايفين لكن انا لما اكون جمعيه قويه عندي مواردي وعندي فلوسي وعندي دخل وبعرف اكسب هقدر اعمل بدون الاعتماد على انا قلت ابدا بس فكره الجمعيات عشان انا عارف ان الموجودين فوق كتير مش قابلين الموضوع ده فهذه الفكره عندنا ده اقتراض اسمه اقتراض متناهي بالصرف لو تبدا من ال 1000 جنيه 1000 جنيه و 2000 جنيه و 3000 جنيه و 4000 جنيه وحتى 10000 جنيه ده اقراض متناهي بالصرف. طب البلد دي تبقى فايده ولا مبلغ؟ طبعا طبعا فايده لما بتيجي تحسبي يعني نص مليون اللي تقول للجمعيه انا هديهولها ب 6% هي مرتبه ولا لا لا انا هديهولها ب 6% هي هتطلعها بكام؟ بجسم فرق ده قوي المفروض ده حاجه هياخد منها ال 2000 يعني طب استني بس يعني انا هديك 1000 جنيه حضرتك هتديني بعد سنتين كام؟ بالنسبه للجمعيه مش هي انا حضرتك وهم هيبقوا انا بس حضرتك انا هديك نص مليون ب 6% انت طلعتي 1000 جنيه للمستفيد ده هياخده على سنه نعتبره على سنه هيسد له كام؟ بالنسبه لي 1090 هيسد له في السنه 1090 وانا لما كنت عارفه بحسبه طلع ان الكلام ده كلام 90 دول يعني خايب كلام خايب لو انت بتقول لي كلام خايب كلام خايب طب انت ليك فيهم قد ايه؟ انت كجمعيه ليك فيهم قد ايه؟ ليك فيهم 3% اللي هو 30 جنيه دول ليك انت لان انت لما هتشتغل في الموضوع ده انت مش هتعرف تشتغل لوحدك انت هتعين محاسب وهتعين ناس تحصل الناس اللي هتقبض منين؟ الناس اللي هتقبض منين؟ فاحنا بنراعي من الخيط من الخيط اه بس احنا اسمنا الصندوق الاجتماعي التنميه احنا عندنا بعد اجتماعي مش الغرض المكسب احنا لنا غرض ان حضرتك لما يروح عندي الكشك هيقف فيه اثنين فدول وظيفتين تشغيل عماله وانا شغال في ناس تشغيل عماله طيب اقرب حد بيعمل زينا كده بيدي الفايده كام؟ جمعيه رجال الاعمال جمعيه رجال الاعمال بتدي 16% يا ساتر يا رب لان هم بزنس مجموعه رجال اعمال حاطين فلوس بعدين تطلعوا انها تكسب بعيدا ماشي يا جماعه ماشي طيب انا كصندوق اجتماعي بتعامل مع انه جمعيات جمعيات تكون اتشهرت انا اكثر من 3 سنين عشان بتقدم لي ثابت اعمال بتقدم لي الاوراق اللي تبين انها جمعيه نشط احنا عندنا كام جمعية في التقدير على كتير أكثر من 3000 ألف وستون جمعية أنا كنت زرت عندها جمعية بس جمعية مش نشطة صغيرة مش نشطة ما يعني فلازم تكون جمعية نشطة اللي هتقدر تعمل التنمية ده لازم تكون جمعية قوية فأنا مش هينفع أشتغل مع ال 1000 وستون أنا ممكن أشتغل مع 60 جمعية يغطوا التأهلية أحسن ما أشتغل مع ال 1600 وما أعرفش أشتغل
تأمين الصندوق بقت واخدة نص في مليون وعندي لها تاني في مليون. ما شاء الله. لأن أنا في النهاية برضه على فكرة في النهاية برضه باخد كل أنا أخذت للستين دول الشهر أقوم أنا واخد منهم 5% وأقول لها تعالي وريني. ما هي ممكن ده قريبها يعني لا 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 انا تعالى وريني تعالى وريني المشاريع اللي انت طلعتها لي. ما انا ما بسلمش الناس ولا انا مش عايز سلف. انا ما بديش الناس تحل مشاكلها. انا بدي للناس قروض او فلوس عشان تنشئ اشياء تضر الناس. يعني ببساطه شديده لو جالي واحد كافه الضمانات دي عنده كافة الضمانات الممكنة عنده عمارة وعنده 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 وجاي يقول لي أنا عايز عربية فلاني مش هقدر. لا البنك أي بنك يتمنى إن هو يطلع فلوس وطالما الفلوس دي مضمونة فيعني تبقى حاجة كويسة أوي. لكن أنا مش هقول العربية الملاكي لأن العربية الملاكي هتصرف مش هتدخل. لكن بمول الزكاة بمول العربية الربع يعني بمول العربية المصنع بمول أي شيء من شأنه يجيب دخل يسد هذا القسط ويقعد على الناس في المنفعة ويخلق فرصة عمل. عربية ميكروباص مثلا عربية ميكروباص يعني ممكن أنا جمعية ممكن لو محتاج ميكروباص وما عنديش فلوس ممكن آخد من حضرتك. ازاي بقى يا استاذ ازاي؟ اولاد المدارس والحضانات يعني مش هنتكلم التفاصيل قوي بتاعت ازاي الاقراض وبتاع بس الامكانيه موجوده. حضرتك تيجي ان شاء الله فينا لو حد قال لي عايز ان هو ياخد تعالى انا بتكلم في موضوع العربيات ده. العربيه دي احنا ربطناها بشكل معين لو حد اتكلم في موضوع العربيه ربطناها بشكل معين عشان ما حدش في الدنيا ياخد العربيه بتاعتي اللي انا جاي اجيبها ب 100000 جنيه وياخدها يخبطها ويرميها في السرعة. انا بربطه معايا عايز عربيه تدفع ربع. ربع 25% كده وانا هدفع الثلاث ارباع وهصرفه لك على 60 شهر. اصبح انت ما تعرفش تدخلها في الفتره دي. لا خلاص انت دافع فيه من التجربه. نعم 1000% اقول لك يعني ربع يعني مثلا ده الفوائد العربيات احنا نشوف السوق ونشوف عندنا. العربيات بره على 3 سنين يعني لما حضرتك تروح المعرض وتاخد منه عربيه على 3 سنين حاجه اسمها كيميل الدين. تمام. طيب في البنوك العاديه اللي هي مش الاجتماعي بيدوا ايه؟ الكيميل بالمية على 5 سنين. بالبلد يعني الجنيه بالمية على 5 سنين. في الصندوق الاجتماعي الجنيه بالسد 145 قرش يعني في فايدة 45 قرش على 5 سنين. تمام؟ يعني حضرتك لو واخدة مني 50000 جنيه انا حطيت لك العربية 50000 جنيه هيتسدوا في حدود مثلا 64000 او 65000 على 5 سنين. تمام؟ القصة مش في الفايدة يا جماعة. يعني القصة مش في الفايدة. القصة هل أنا هاخد الفلوس دي هتتحط في المكان ده؟ يعني أنا هجيب عربية وأحطها قدام الباب ولا هستفيد بيها؟ ولا هروح أوقفها قدام السلاك؟ هستفيد بيها ولا هشوف لي مصنعين أخد إنتاجهم وأوزعه لهم ولا هعمل بيها إيه؟ ما هي؟ احنا بنلاحظ وبنراقب ان مكتبه فتحت وقامت قفلت وقام فتح مكانها مطعم وقام قافل. واحد راح فتح مكتبه وبسم الله ما شاء الله بقى الانصاري. هو لعبت المكتبه ولا لعبت فينا ولا لعبت فينا؟ لعبت النشاط؟ لا لا لعبت مش في النشاط ولا في اللي بيشغل النشاط. هناك مجموعه قوانين نجح في المشروع وعمل في الشيء. ولذلك لما حضرتك هنتكلم بقى احنا اتنقلنا دلوقتي من المشروعات المتناهيه في الصغر. المشروعات المتناهيه في الصغر اللي هي بتتم في البيت في المدخل على نص الشارع على 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 الى المشروعات.
كلمه اول ما اخدش كلمه مشروعات يبقى احنا بنتكلم على مكان بيتفتح الباب وانا اتعامل مع جمهور وانا اتعامل مع ناس عشان افتح واتعامل مع ناس. حضرتك بتجيب بتقول لي والله انا عايز افتح محل سوبر ماركت مثلا على سبيل المثال، انا اتعرف فلوس وانا حكومه وانت دور في المحل، يبقى لازم اضمن ايه؟ اضمن ان مفيش موظف غيري اسف تعبير يعني يجي يقوم بيقفل باب المحل ده مش اربعه. طب ازاي ما اضمن ان مفيش موظف زعلان معاه ولا حد مش حابب لي الخير يقفل ده؟ يبقى لازم ليا اوراق رسميه. ايه الاوراق الرسميه بتاعت اي نشاط يتعامل مع الجمهور؟ سواء هذا النشاط صناعي او تجاري او خدمي. اربع اوراق. اربع اوراق. زي الفرض اللي فينا اننا شهاده ميلاد ولنا طاقه ولنا فالمشروع له اربع اوراق. عشان بيني وبين صاحب العقار نسمع بعض يا جماعه. عقد ايجار عشان يبقى بيني وبين صاحب العقار ما يقدرش يجي يطلعني السوق. فلازم يبقى بيني وبينه عقد ايجار. عشان الاستاذ يوسف بطرس غالي يبقى مرتاح لازم اعمل له حاجه اسمها بطاقه ضريبيه. ايوه. تمام؟ هنتكلم عليها تاني. الغرفه التجاريه لازم اعمل حاجه اسمها سجل الجمال. ولازم اعمل حاجه اسمها رخص. وانا جاي اعمل نشاط عشان تدوخني عن الحاج، انا مش عايز النشاط بتاعك ده. لما قدمنا المشروع ده لمجلس الشعب سنه 2004 قلنا له عمي احنا الوقت بنطلع فلوس وعايزين نساعد الناس ونعمل المشروع بس مش عايزين ندوخ. قال لنا يعني ايه؟ قلنا له يعني لو سمحت لو نص الدور الاجتماعي هيعمل كده فيبقى مسؤول عن كل حاجه في المشروع. طب ازاي؟ يبقى المسؤول في الصندوق الاجتماعي يطلع من الناس الاوراق دي من عنده. حضرتك تيجي لي المفروض بحكم القانون اطلع لك كل الاوراق من مكان واحد؟ من مكان واحد، من الشباك الواحد. فهم جايبين كاونتر طويل كده وجبنا من الناس كلها من كل حته. تعالى بتاع الحي اقعد هنا وهدي لك مرتب فوق مرتبك. تعالى بتاع الغرفه التجاريه على جنب كده عشان من ده ما يبعدش ده واروح انا هنا. تعالى بتاع الامن الصناعي اقعد جنب. تعالى بتاع البيت. تعالى شباك واحد كده طابور طويل وصفين بتوعي وبتوع الجهاز الاخر يطلعوا لك كاسه الدواء. مظبوط. عشان ما تروحش الحي وتقول للراجل بتاع اصل موظف الحي عايز فلوس مني تحت الترابيزه. لا فاتح الدور انا قاعد وباصص اهو واللي هيعمل كده اهو همشيني كده. تمام؟ انا قلت لك وقلت لك فوق مرتبك فانت عايز تقدم الجمهور عايز ايه اللي هي تخلص ورقك ما عادش عايز حاجه من حاجه. تمام؟ فاصبح عبء الورق اللي احنا بنتكلم فيه كمشروع ما عادش مشكله. بيتكلم قد ايه؟ حد يقول لي برضه يعني أدخل رخصة ما تزيدش عن 300 جنيه بكل ما فيها من أمن الصناعي للطفاية والسنة. ماشي. ما هو البطاقة الضريبية من غير ولا جنيه. ماشي. السجل التجاري 45 جنيه. ترخيص بقى. ترخيص إن فيه 7 فلوس. هي فكرة الطفاية. بس. هذا هو المفروض. كان عشان اطلع رخصه من الحي ما بعرفش اطلع من الحي قبل ما كنت دفعت 100,000 جنيه. ده بينطبق على الشهر الخليجي لو سمحت؟ نعم. الكلام ده بينطبق على الشباب الخليجي وعلى غير الشباب الخليجي. بيقول لك انا مش هدفع 1,000 جنيه وانا مش واخد 10,000 جنيه فبيرجع بيمشي الشاب وما بيكملش معانا المشروع اللي هو عايز يبتدي فيه. كل المطلوب منه ان لو انا هعمل مصنع وطلبوا مني 4 طفايات لازم اجيب 4 طفايات. ده حاجه ليه في ده هو
عايز صفايه واحده زمن الصفايه 95 جنيه. وتدريب بقى بيقول لك بنقعد اسبوع دوره تدريبيه مجانيه مجانيه للقطاع المدني. تمام يا جماعه؟ تمام. طيب دي مشروعات ايه بقى؟ دي المشروعات الصغيره اللي هي تبدا من كام؟ من 1000 لغايه 10000 وحتى مليون جنيه. وحتى مليون جنيه. ولما بيجي خلاص بقى احنا يوم قصه الورق خلصت واو طب انت بتديله ازاي؟ انا لازم اقعد معاه واتناقش معاه. بمعنى ان انا لازم انا وهو مطمنين للمشروع. يعني انا مش هقوله انا ببقى مطمن للمشروع. يعني مثلا واحد بيجي يقول لي ايه؟ انا عايز اعمل مصنع ده. وانا من خلال خبرتي ومن خلال شغفنا للسوق ومن خلال الفلوس اللي طلعناها ومن خلال عدد المشروعات فاقوم اقول له ما ينفعش مصنع بلاستيك في الحته الفلانيه اختار لك موضوع ثاني او تعالى نفكر في فكره ثانيه. فاهمين انا بحافظ على الفلوس ازاي؟ بحافظ على الفلوس وبحافظ على العميل. لو لا قدر الله المشروع كنت فاتح مكتبه قدام مدرسه وبعدين المدرسه دي قفلت او هدت وعايز اغير النشاط في مشكله. تعال نغير النشاط. تعال نغير النشاط. طب لو تعثر لو حصل ان انا كان عندي مصنع ملابس وفي موسم ما بعد رمضان وبعد عيد الام ومش عارف ايه جه موسم وقع مني فانا مش هدفع قسط او اثنين في مشكله؟ هتيجي تقدم طلب تقول الدرجات تقليل القسط ده لغايه الاخر خالص. فانا كنت متفق كنت متخيل انا وانتم واحنا بنعمل قسط كده وكده ان انا هقدر ازيد 900 جنيه في الشهر. بس لما اشتغلت وجه راجل كبير قوي فتح جنب مني انا كنت اقدر ازيد 900 دلوقتي مش هقدر ازيد 900 هو ينفع ازيد 600؟ نقول اهو الحاجات في حسن النية اللي ما مشاتش زي ما احنا مخططين لان كلامنا متوازن. طب وده بيحصل ليه غير اللي فايته في مصر بقى؟ لما بنقلل من نسبه القصه اللي احنا بنقدمه يعني مثلا لو بدفع 900 هرجع تاني ادفع 600 كده هتعلى عليه في الريسك بقى بعد كده هتعلى عليه في النسبه هتزود عليه المده مما يزود عليه نسبه الارباح. تمام بس هل بقى احنا عندنا لما اقول لك الفايده 6% هل زي البنوك بتضيف مصاريف اداريه ومصاريف بنكيه و و و انت تبقي طالعه من عندي عارفه ان نسبه 323 جنيه و60 قرش مستحيل اجي اقول لك 323 جنيه و70 قرش غير البنوك. البنوك تبقى ان المصاريف اداريه ومصاريف بنكيه و و و انا عندي مشروع وعندي مشكله في التسويق. انا بعمل عبايات حلوه قوي او بعمل ملايات حلوه قوي بس عندي انتاج وما بعرفش اسوق كويس. تقدر تساعدني؟ حاضر اساعدك. طب تساعدني ازاي؟ اساعدك بكذا اتجاه. عندي معارض دخلت ببلاش. عندي قانون منحني ان انا اقدر ادخلك المناقصات الحكوميه وارجعك عنه. ازاي؟ بحكم القانون خلينا المناقصات الحكوميه التي لا تتعدى التي لا تتعدى 50000 جنيه تبقى المشروعات الصغيره. يعني مستشفى الكلى طالبه ملايات من الاسره بتاعتها ب 22000 جنيه. ما يدخلش بقى مصنع كبير. فيها المصانع الصغيره. الصغيره. تمام؟ لان الكبير خليت الكبير. خليت المنصه الكبير. طيب في مدرسه تبع الازهر
فمن يظبطوا السخك والبتاع يبقى مشروع صغير يعني التعليم. مشروع الاسكان بتاع جمال مبارك بتاع الرئيس مبارك عايز يتفرش للعرسان الجداد ثلاث اوض في حدود ال 10,000 جنيه. يبقى المنكرين بتوعي والبطوله الشنجره هتشتغل فيه. بنحاول نفتح لك سوق بس لازم نفرق بين ان احنا بنساعدك في التسويق ونفرق بين ان حضرتك كنت عامله مصنع عبايات وانت جايبه لي العبايات واقفه تحت يا باشمهندس مجدي تعالى خدها نجيب لك العبايات انا عامل فيها ايه؟ ما اعرفش اعمل فيها حاجه. طب حضرتك كده بتاخد نسبه لل يعني للتسويق؟ لا مساعدات تماما تماما ما فيش اي نسبه حتى في المعاصرات والحاجات لا 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 تماما ده اللي باجي اطمن انت خدت الفلوس بتاعتك ولا لا؟ يعني انا باجي اطمن الشيك بتاعك طلع الشيك لسه ما طلعش بدافع معايا. طيب لو واحد عنده فكره انا بيجيلي ثلاث انواع من الناس واحد على سبيل المثال ابوه مثلا كان خراط او صاحب ورشه تجاره وهو الولد كان واقف معاه والولد قال ايه بدل المكنه البلدي دي انا عايز اجيب مكنه اقتصادي عشان اعمل مش عارف ايه فانا محتاج منكم فلوس. ده ما عنديش فيه مشكله خالص. ليه؟ ده راجل في السوق وعايز يصور وعايز يكبر وعنده المكان وعنده الشغل هي هو ناقصه بس الايه؟ شويه الفلوس لان هو عارف هو هيجيب فيه وهيودي ايه؟ ده ما عنديش فيه واحد زي اللي كان بيشتغل في مصنع منظفات وقعد في المصنع ده خمس سنين شغل الصنعه وعرف بيجيبوا الشراكن منين وعرف بيجيبوا الصودا الكاوي منين وعرف بيجيبوا الاكياس منين وعرف بيودوا فين لانه ركب مع العربيه وسوق معاهم وعرف فانا نفسي اعمل بقى ما انا نفسي ما اقعدش اشتغل عند الناس واعمل انا وابقى عندي المقطع بتاعي ده برضه ما عنديش فيه مشكله. ده ما عنديش فيه مشكله ليه؟ ده واحد عارف ودايس في السوق واشتغل عند الناس وبقى فاهم لما اديله فلوس هيعمل بقى ايه. بس ما عندوش مكان. ما عندوش ده بقى اجيب له. اجيب له. حضرتك هتوجد له المحل؟ يعني هو هيجيب المكان الفاضي انا يعني هو يجيب المحل وحضرتك تجيب له الالات واجيب له المعدات واجيب له واجيب له واجيب له ده برضه مش خايف منه. طب خايف من مين؟ من اللي قعد ضرب دماغه في السقف كده بالليل وقال بقى انا نفسي ابقى صاحب مصنع قطع غيار. فقام جاي الصبح السلام عليكم مش الصندوق الاجتماعي انا عايز ابقى مصطفى عادل. ازاي يا عم؟ عايز 2 مليون جنيه انتوا مش بتقولوا في التلفزيون عايز 2 مليون جنيه. ازاي يا عم؟ طب تعالى لي ده، طب بالراحه، طب نشوف ده، طب نعمل ده واحده واحده. طب ايه رايك ابعتك في مصنع بتاعنا في حرايبنا ممكن تبص؟ تبص بيشتغلوا ازاي؟ بيعملوا ازاي؟ طب المكن شكله ايه؟ ما انا عايز اطمن عليك واطمن على فلوس. مفيش اسهل من ان انا اخرج فلوس. طب حضرتك يعني حضرتك ما في فرق ايه الضمان؟ مكانه كنا زمان لغايه سنه 2000 كنا بنقول لك تعالى يا عم انت عايز مني كام؟ عايز مني 20,000 جنيه هات لي مرتبات موظفين زواج ال 20,000 جنيه. في هذا التوقيت كانت مشكله البنوك بدات تظهر البنوك الكبيرة وعم يلكح وكان في نفس الوقت ده على التوازن اللي بحكي لكم برضه يعني عشان كان بدأت البنوك تشتغل على بلاش الكبار بقى اللي بياخدوا ويمشوا دول البنوك كلها بدأت تشتغل على خد الموظفين تعالي خد 35,000 جنيه تعالي جوزي بنتك مش هو ده اللي كان حاصل ودلوقتي 90% من الموظفين واخدين خد تمام؟ فانا ما بقاش راجل منطقي ولا جهه منطقيه لما افضل اقول انا عايز موظفين. طب نعمل ايه؟ لازم نعمل فكره بتاعت الشباب ان احنا نوجد له ضمانه لان هو ما عندوش ضمانه.
او هنا عارفين فكرة التأمين على العربيات؟ احنا بناخد من كل عربية 100 جنيه عشان لو عربية عملت حادثة نقوم ندي للراجل ثمن حادثة. هي نفس الفكرة. جينا نبص للمشاريع لقينا المشاريع الناجحة بنسبة مش عايز ابالغ يعني اقول 99% او 98%. طب يعني في 2% مش هتصور. طب ما تيجي نعمل نفس الفكرة. ناخد من كل المشروعات نسبة مسمى بسيطة وننشئ جمعية حطينا فيها 10 مليون جنيه كصندوق. الجمعية دي تضمن 80% من قيمة القرض. مين بقى اللي بتقدم ليها ان هو يعني انا دلوقتي حضرتك اللي بتاخدني ليها ان انا ان هي تضمن لي؟ يعني انا باجي لك دلوقتي سامعني انا لسه هقول لك اهو مش انا بقول لك عملنا الجمعيه بتاخد سهم من المشروعات كلها سهم ده ب 100 جنيه بس مني ومنك ومن الثاني ومن الثاني اللي هم المفردين في الصندوق الاجتماعي الجمعيه انا بقى كم مشروع بقى هي عشان هي طوروا جمعيه واحد اثنين ثلاثة ايا كان. انا بقى تاخد انا ان انا تضمن لي الجمعيه ديت وبتاخد شروط على الجمعيه وانا ببقى منظومه من الجمعيه دي ان هي اللي تساهمني في الجمعيه بسهم. ايوه هذا السهم يضمن 80% من قيمه القرض اللي انت هتاخديه. هو ده فرق ان كتبت 20,000 جنيه يبقى الجمعيه هتضمن لي كام؟ 16. يبقى انت المفروض تقدمه ضمانه بكام؟ 4. تدفعهم على طول الجمعية؟ تدفعي ايه؟ الأربعة؟ لا. ده على فترات؟ هي الجمعية ما دفعتش. أنا اللي الجمعية عملت إيه؟ مضت لي إن حضرتك لو تعثرت هي هتدفعي. من كنت فاهمة الفكرة؟ مش كل العربية اللي هتعمل حوادث. عربية واحدة اللي هتعمل حوادث. كل شيء وله تأمين. تأمين على القرض تأمين على مخاطر القرض بنسبة كام؟ 80% بالنسبة لباقي كام؟ 20% حضرتك تأكيد طبخين؟ ايوه ده اللي قدمناه في موضوع الضمانة ما فيش هتقعدي تلمي لهم موظفين كم موظف عشان القسط بتاعك 2000 جنيه بفكرة الضمانة فكرة التعثر زي ما قلت لكم يا جماعة احنا بنوصل في موضوع التعثر إلى أن نعفي هذا الشخص من القرض. بس التعثر ده نوعين. التعثر نوعين. أنا بكسب ومش عايز أسيب. ده واحد متعثر. ما في النهاية هو متعثر. صح؟ أنا عندي مشروع أهو وخدت الصندوق 52,000 جنيه وبكسب كل شهر. وما بروحش اسد الخط. انا بعمل عمليه متابعه للمشروعات على الاقل مره كل 3 شهور. يعني بنزل المندوب بتاعي بيتابع المشروعات مره كل 3 شهور. وبشوفها وبسال عليها شغال عندك مشاكل ما عندكش مشاكل ايه المشكله نقدر نساعدك بايه؟ كويس؟ اكتشفت ان هو شغال وبيكسب ومزاجه عام ومش راضي يسيبني. ما ينفعش لان حضرتك هتيجي تقدميني ثاني يوم مش هلاقي عندي الدكتور بفلوس هتبقى فده مش هسيب. طيب واحد تاني نزلت له واخد مني 55,000 جنيه ولما نزلت له اكتشفت ان هو عطلان. عطلان ليه يا عم؟ اصل انا وانا بشتري حاجه نسيت اجيب او ما كنتش عامل حسابي ان انا اجيب من شهر ده بشوف بيه الخشب. لو عندي الناس بتروح هتيجي تلم شغل عند حد تاني وتجيب لي بقيه الخشب اعمل فيه الشغل فالناس بتروح للناس التانيه عشان انا ما عنديش من شهر. طب من شهر ده كام يا عم؟ ده ب 7,000 جنيه. يعني انت عايز 7,000 جنيه عشان تقدر تشتغل وتبقى كويس؟ تعالى خد السبب. هو لسه مديون. تمام؟ هو فين الضمان الاولاني؟ الناس اللي هي دفعتها للجمعيه؟ اذا في مشروعات اقدر امولها تاني عشان تقف على رجليها. لا في مشروع قال لي والله
عندي مشكله مش عارف ايه. ليه؟ لان طلع قانون ان ممنوع ذبح الدور الحي، وانا واخد فرض على الدور الحي ده غصب عني. ده غصب عني، فانا اقدر اجله، اقدر اتاخر معاه، اقدر اوقف له القرض. ماشي؟ هل يمكن تغيير النشاط اثناء القرض؟ تماما اقدر. انا والله متصور ان انا بشتغل على الشارع ده او على مش عارف ايه، وفي جنبي واحد طلع كبير قوي، فانا عايز اغير النشاط ده كذا كذا كذا، مفيش مشكله. مجرد ان الفلوس متواصله معانا هي ده القيمه. ومكان المشروع؟ نعم، ومكان المشروع. بس ما تقدريش تشتري المشروع. لان احنا متفقين في الاول انا لما مولتك عشان المشروع، وليس عشان تبني الشقه اللي فوق وتجوزي بيها. او انت جهزت الولد، او الولد عايز يسافر ايطاليا فهياخدوا مني 30,000 جنيه عشان يسفروا الولد، مش هتعرف. طب بعد اذنك افرض انا بنيت الشقه وجوزت وسددتك، مش قادر انا بقى مش قادر. بس انت حضرتك وقفل بقى المشروع، لان حضرتك قلت مش هتقدري تقفلي، يعني هتقدري افضل مستمره؟ لا افرض بقى انا مش قادره بقى. مش قادره تكملي؟ مفيش مشكله، بس انت بتبقى عميل خلاص. لان لما تيجوا تبصوا يا جماعه هتلاقوا المشروعات عندنا ازاي. انا بدات مشروع صغير خدت 15,000 جنيه مستلمين. المشروعات مفيش مشروع صغير، المشروعات زي البنادمين. يا تكبر يا ضغط، يا تكبر تحت البيت. مفيش مشروع اسمه ايه؟ ماشي ثابت. فانت النهارده خدت مني 10 15 عشان تبدا بس المشروع. بعد لما تسدني هتلاقي محتاج 50 عشان تكبر. انا في مشروعات عندي بدات ب 15 النهارده واخده نص مليون. ما هو مفيش مشروع اسمه ايه؟ انا خلاص وقفت كده، انا كده تمام. مفيش حد بيبقى كده تمام. اللي النهارده جاب شويه اجهزه جزء يدوي وجزء الي، بكره عايز يجيب مكان كومبيوترايز، بعده عايز يعمل مش عارف خط ايه، بعده عايز يعمل ايه. فانت بتبقى قفلت على نفسك الباب. طب احنا بنحبس حد؟ والله ما حبسنا حد. والله ما حبسنا حد. دي حقيقه. خالص يعني. بالرغم مع انها مشاعة طلع عليها طلع كتير نهائي مشاعة من الاول خالص. الراجل اللي كان جاي كلول وجاي من القاهرة في العربية، لا قدر الله حصل له حتى في الغم، نعمل ايه مع اولاده؟ نعفيهم تماما من القصر. نعفيهم تماما من القصر. حتى لو مفيش خدمة، لأن هو المشروع أنا لما اديتك أنت المشروع وانت اللي قايمه عليه وانت اللي بتعملي كل حاجه فيه. فالنهارده لا قدر الله حصل لك كل حاجه. انا هرجع لورا في تأمين مش كده حضرتك؟ مش في تأمين. هو بياخد بقى من شغله؟ لا والله بعد. بتعتبره بعد؟ بعد. مين الضامن؟ مفيش ضامن. الجمعيه هي الصندوق، والصندوق هو الجمعيه، ما فيش دعوه بالصندوق. ده حاجه داخليه. انا بتكلم على المشكله دي اسمها حالات انسانيه. حالات انسانيه دي لها جانب كبير عليها. اي سؤال او استفسار بعد اذن حضرتك، هنا مكتوب في السيارات في خبر، يعني ممكن تقرضه ولا كده خالص. هل